وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انظروا معي إخواني الكرام، هذه الخلية التي رفعت لها إطارين حضانة مغلقة ووضعت لها 8 إطارات أساس. هذه الخلية الآن إخواني الكرام الآن عندها الآن تقريبا 7 أيام، يعني تقريبا أسبوع، وقام النحل ببناء هذا الإطار، وكذلك قام ببناء هذا الإطار، وكذلك قام ببناء الإطارات التي وضعتها مكان إطارات الحضانة. وكما تشاهدون الآن الحضانة التي رفعتها، يعني الإطارات التي رفعتها وبها حضانة مغلقة، النحل خرج من تلك الحضانة، والنحل الآن يقوم بتوسيع الإطار وتخزين العسل. انظروا كيف أصبحت. الآن يقوم بتخزين العسل إخواني الكرام، وقد بنى هذه الإطارات كما تشاهدونها. هذا الإطار قام ببنائه، كذلك هذا الإطار قام ببنائه. المهم هنا بنى 4 إطارات، يعني إطارين في العاسلة، والإطارات التي وضعتها مكان الحضانة المغلقة كذلك قام ببنائه. هذه النتيجة خلال 6 أيام فقط إخواني الكرام. انظروا، سأنتظر لمدة 4 أيام أخرى وأقوم بوضع إطارات أساس بين هذه الإطارات المبنية. إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من الشرح. من لديه سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.